بكم مشاهدينا إلى جولة الرابعة، نبدأها بالعناوين. الجيش الحر يسيطر على كامل بلدة دابق بريف حلب الشمالي، وتنظيم الدولة ينسحب إلى مدينة الباب. طائرات العدوان الروسي تواصل قصف أحياء حلب، والثوار يستهدفون تجمعا للميليشيات الإيرانية وسط المدينة. مقتل العشرات من قوات النظام على جبهة الريحان، والطائرات الروسية تستهدف المناطق السكنية بالغوطة الشرقية. وفي جولتنا أيضا، مراكز تعليمية للأطفال النازحين في مخيمات ريف حما الشمالي. طردت فصائل الجيش الحر المنضوية ضمن غرفة عمليات درع الفرات تنظيم الدولة من بلدة دابق بريف حلب الشمالي، كما سيطر الجيش الحر على بلدتي صوران واحتميلات المجاورتين لدابق عقب اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم الدولة. فيما قالت مصادر ميدانية إن عناصر التنظيم انسحبوا من تلك القرى باتجاه مدينة الباب، معقل التنظيم في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتشكل بلدة دابق رمزية دينية لعناصر تنظيم الدولة، كما تتمتع بأهمية استراتيجية كونها تعد بوابة مدينة الباب من الجهة الشمالية. بسيطرة فصائل الجيش الحر العاملة ضمن عمليات درع الفرات على قرية دابق بشكل كامل، يصبح ربط المناطق المحررة حديثا بمدينة مارع مسألة وقت لا أكثر، سيما أن الحر سيطر أيضا على بلدة صوران والقرى المحيطة بها، لتكتمل بذلك سيطرته على كامل ريف حلب الشمالي بين جرابلس ومارع. وهذا ما يجعل القوى في ريف حلب الشمالي تتساوى من حيث مناطق السيطرة والقرب من مراكز تنظيم الدولة في مدينة الباب، سواء الجيش الحر أو قوات النظام أو حتى وحدات الحماية الكردية، كما أنه يجعل خطوط التماس بين الجيش الحر وقوات النظام قريبة أكثر من أي وقت مضى، خاصة إذا ما تم انحسار قوة تنظيم الدولة في مدينة الباب. فهل سنشاهد مواجهة مباشرة بين درع الفرات المدعومة تركيا وقوات النظام في الأيام القادمة؟ أنا القائد العسكري لفرقة الحمزة قوات خاصة، نحن الآن في مدينة دابق، والحمد لله رب العالمين في هذا الصباح من الله علينا بأن فتحنا مدينة دابق ومدينة صوران واحتمالات وحوار النهر، وبإذن الله جاري التمشيط حتى الوصول إلى الرقة وما بعد الرقة. تكبير الله أكبر. للمزيد من التفاصيل معنا خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. أهلا بك خالد، يعني صوران ودابق محررتان بالكامل، ما التفاصيل لديك؟ أهلا وسهلا بك فرح. أولا من ريف حلب الشمالي تصحيحا لك، استطاع الجيش الحر وغرفة عمليات درع الفرات بسط سيطرته بشكل كامل على بلدات دابق واحتملات وصوران وتلالين بشكل كامل. هذه هي المناطق التي تعد قلاع بالنسبة لتنظيم الدولة، ومن خلالها كان ينطلق نحو مدينة عزاز وهي خط دفاع لمدينة الباب. طبعا هذه القرى لا هي استراتيجية كونها كما ذكرنا معاقل التنظيم، والتنظيم له في هذه القرى أماكن كمراكز رئيسية له، وأيضا هذه القرى هي في حولها دائما مساتر وألغام وقرى كبيرة. طبعا لأيضا بلدة دابق أهمية دينية بالنسبة لتنظيم الدولة الذي جيش آلاف من المقاتلين على أن هذه البلدة ستدور بها الملحمة الكبرى، الشيء الذي يعني قال عنه الجيش الحر بأنه هو كذب وخداع على حد قولهم. لا يعني قد يختلف الزمان والرجال الذين يقاتلون في الملحمة الكبرى في هذه المدينة. طبعا الآن فك الحصار أيضا عن مدينة مارع، أو فك الطوق الذي كان مفروض شبه كامل على مدينة مارع، مدينة مارع الآن لها جبهة واحدة فقط مع تنظيم الدولة، المقاتلين وصلوا قواتهم من صوران وحتى مدينة مارع. طيب خالد، ماذا بخصوص تنظيم الدولة، يعني إلى أين اندحر الآن؟
نعم، تنظيم الدولة الآن عاد قواته إلى مدينة الباب ومحيطها، جميع هذه القرى التي هي في محيط مدينة الباب والتي تفصل بين الراعي وبين مدينة الباب هي ما تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة، لكن كقرى وبلدات مهمة وكبيرة الآن هي جميعها في ريف حلب الشمالي هي تحت سيطرة الثوار، ولربما خلال أيام ستعلن بأن المعارك تدور في ريف حلب الشمالي بشكل كامل من تنظيم الدولة، وما تزال هناك بعض القرى وكمدينة الرفعات متواجدة داخل تحت سيطرة الوحدات الكردية أو ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية. طبعا الجيش السوري الحر أكد بأن المعارك المرحلة الآنية هي في مدينة الباب، والمعركة لن تتوقف حتى تحرير مدينة منبج بشكل كامل ومدينة الرفعات من أيادي قوات سوريا الديمقراطية. يعني التوجه بعد دابق خالد إلى أين؟ التوجه بعد دابق هو إلى مدينة الباب. جميع هذه القرى التي يتم تحريرها الآن هي تصل قوات الجيش السوري الحر من مدينة عزاز والراعي نحو مدينة الباب، يعني للوصول إلى مدينة الباب لابد من تحرير جميع هذه القرى التي تفصل المقاتلين من عزاز. نعم خالد، إذا يعني وصلت قوات يعني أواصل الثوار وحرروا الباب، هل من الممكن أن يصطدموا مع التنظيم لاحقا، عفوا مع النظام؟ الآن يعني لا نعلم ما هي الاستراتيجيات العسكرية بالنسبة للثوار، هل يعني سيتم العمل على مدينة حلب وأما على مدينة منبج، لكن ما نؤكده بأن قائد العسكري لفرقة السلطان مراد فهيم قام بالتأكيد لنا قبل قليل عبر تصوير متلفز سيتم عرضه بعد قليل على تلفزيون أورينت بأن المعارك التي بدأها الثوار الآن انطلاقا من عزاز والراعي ووصلوا بها إلى دابق لن تنتهي حتى تحرير مدينة حلب والوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام في الأحياء الشرقية في مدينة حلب، وكذلك أيضا العمل مستمر حتى تحرير مدينة منبج. أكد لنا القائد العسكري بأن جميع الذين يقاتلون الثورة هم هدف للجيش السوري الحر مهما اختلف الزمان والمكان والمسمى بالنسبة لهم، العمل سيتم على مدينة حلب على حد قولهم، وكذلك العمل مستمر حتى تحرير مدينة منبج وتأمين منطقة كاملة بشكل كامل للمدنيين المتواجدين في ريف حلب الشمالي وأيضا لباقي المدنيين، وذلك جميعه ضمن غرفة عمليات درع الفرات. طيب خالد، يعني بالحديث عن أوضاع المدنيين، يعني هل كان هناك مدنيين بمدينة دابق؟ يعني ما وضعهم بعد السيطرة وبعد استعادة الثوار لدابق؟ الجيش السوري الحر أعلن عن أكثر من 15 قرية وبلدة هي مناطق عسكرية وحذر المدنيين من الاقتراب إليها لحين تأمينها وذلك بشكل مؤقت وحفظا على سلامتهم. الجيش السوري الحر أعلن مناطق دابق وصوران واحتملات قبل ما يقارب الأربعة أو خمسة أيام بأنها مناطق عسكرية وطلب منهم الابتعاد عنها. المدنيين غادروا هذه المناطق لفترة أيام فقط حفاظا على أرواحهم، والآن يعود المدنيين للخطوط الخلفية التي باتت مؤمنة بشكل كامل، تحديدا قطاع حمص وقنطرة وتركمان بارح وأخترين. جميع هذه البلدات الآن يوجد بها مدنيين، وسيتم العمل الآن للتقدم جنوبا من دابق وصورة واحتمالات حتى يتم تأمينها أيضا وتفكيك الألغام منها تمهيدا لعودة المدنيين إليها. شكرا على كل هذه المعلومات خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف حلب الشمالي. استشهد 6 مدنيين وأصيب العشرات بالجروح جراء غارات من طائرات العدوان الروسي على حي المياسر في مدينة حلب، كما تعرضت أحياء الاندارات والشيخ سعيد وبستان القصر والأنصاري والصالحين ومساكن هنانو لغارات جوية مماثلة. وفي ريف حلب استشهد 5 مدنيين في قرية جزرايا بعد تعرضها للقصف من طائرات النظام الحربية الذي قصف كذلك معمل أراك للأدوية في منطقة المنصورة في الريف الغربي. عسكريا، أعلن تجمع فاستقم كما أمرت العامل في مدينة حلب عن عملية استهدف فيها ضباط إيرانيين وآخرين من ميليشيا حزب الله قرب نادي ضباط بمناطق سيطرة النظام وسط مدينة حلب، ما أسفر عن قتل 6 منهم. من جهة أخرى، أعلن الثوار قتل 17 عنصرا من قوات النظام خلال محاولتهم التقدم على جبهة عزيزة وخانطمان جنوب مدينة حلب، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام على جبهة كرم الطراب في محاولة من الأخيرة للتقدم.
أعلن اللواء التوحيد المقاتل في مدينة حلب اندماجه مع حركة نور الدين الزنكي، ودعا الثوار في حلب وريفها إلى نبذ التفرقة وتوحيد الصفوف والعمل الحثيث على إسقاط النظام. وأفاد بيان مصور للواء التوحيد نشرته حركة نور الدين الزنكي اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن ضغط الحاجة إلى المزيد من رص الصفوف في الشمال السوري دعا اللواء إلى إعلان اندماجه مع الحركة. للمزيد معنا كريمة سعيد مراسلة أورينت نيوز من ريف حلب. أهلا بك كريمة، لو تضعينا في صورة القصف اليوم بداية على حلب وريفها. نعم فرح، كثفت الغارات الجوية طلعاتها المعتادة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم على أحياء الأنصاري والسكري وصلاح الدين. هناك حريق نشب في صلاح الدين، ثلاثة مراكز أو أفواج تابعة للدفاع المدني هرعت لمحاولة احتواء هذا الحريق وسط نقص المياه المعروف في المدينة، ولكن تم تداركه. إضافة إلى ذلك هناك غارات جوية مكثفة على حي هنانو وأيضا بستان الباشا والفردوس والميسر. طبعا هذه الأحياء تقصف بشكل يومي، نادرا ما يعني يمر يوم دون أن تستهدف هذه الأحياء الشرقية. طبعا الغارات أيضا الجوية شملت الريف وكانت مكثفة على الريف الغربي، طبعا تحديدا تم استهداف بلدة قبطان الجبل الخاضعة لسيطرة حركة نور الدين الزنكي وكفرناها، هاتين القريتين التابعتين لحركة نور الدين الزنكي أو ما يعرف بريف الزنكي أيضا هي أهداف يومية لغارات الطيران الروسي إن كان بالقنابل العنقودية أو بالصواريخ الفراغية. هذا هو النقاط التي استهدفها قصف يوم أمس. طب كريمة، إذا انتقلنا معك للتطورات الميدانية، يعني تجمع استقم كما أمرت يستهدف تجمعا لإيرانيين، يعني معلومات أوفى حول هذا الموضوع؟ نعم في الواقع يعني ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد ومتابعة تجمعات الضباط في هذا النادي المعروف في منطقة الفرقان غرب حلب. طبعا بعد عملية وصفت بالدقيقة والمعقدة ورصد وتحري لكامل الاتصالات طبعا ومع الأشخاص الذين يتعاونون في داخل مدينة حلب الأجزاء المحتلة منها مع الثوار، طبعا تم التأكد من وجود هذا الاجتماع واستهدف اجتماع لهؤلاء الضباط. طبعا صفحات النظام أعلنت بشكل مموه عن هذا الاستهداف ولم تفصح حقيقة عن أعداد الضحايا، إلا أن التجمع فاستقم كما أمرت أكد أنه قتل ستة ضباط ذوي رتب عالية. طبعا كما قلت هذا الاستهداف ليس الأول لهذا النادي، سبق أن استهدفت فصائل ثورية أخرى هذا النادي، ولكن في المرة السابقة لم يقع عدد من الإصابات، يمكن القول أنهم نجوا، لكن في استهداف الأمس وقع ستة قتلى من هؤلاء الضباط الإيرانيين والروس. طبعا بالنسبة لمحاولة التقدم على مدينة حلب لا تزال مستمرة من كافة محاور، وطبعا تم محاولة صد اقتحام ونجحت اليوم على محور بستان الباشا، وتفيد المعلومات من هناك بأنه قتل ما لا يقل عن 10 مقاتلين تابعين لحركة النجباء، وأيضا تم بالتوازي مع ذلك صد محاولة اقتحام على محور قرية عزيزة إلى الجنوب الشرقي من الأحياء الشرقية في حلب، وأيضا جبهة الشيخ سعيد رغم الضغوطات الكثيفة وحرب الاستنزاف هناك لا تزال جبهة الشيخ سعيد صامدة، لا يزال الثوار مرابطين على ثغورهم. طبعا هناك لا تزال الاعترافات والتحقيقات جارية مع الأسرى الذين تابعنا صورهم وأسروا منذ فترة في نقطة الشيخ سعيد وهم خمسة أسرى تابعين لحركة النجباء. طبعا بث الفوج الأول الذي قام بأسرهم اعترافات تفيد بأن عدد المقاتلين الأفغان والعراقيين تجاوزوا 8000 مقاتل، فضلا عن 8000 مقاتل آخرين من لواء القدس الفلسطيني، وأيضا هناك مقاتلين من حزب الله بلغ عددهم 6000. إذا الميليشيات الطائفية المساندة للنظام تتجاوز أعدادها 25000، تحاول اقتحام على قلب مدينة حلب ولكنها كثرة فقط دون أن تتمتع بكفاءة قتالية أو أن تكون نوعية تستطيع أن تحرز تقدم بري وتحدث فارق على الميدان في حلب. طبعا هذا إذا قارنا عدد المقاتلين المحاصرين منذ شهور في قلب المدينة والذي لا يتجاوز
الناس حقيقة 5000 مقاتل ينجحون يوميا في صد هذه المحاولات إن كانت من محور بستان الباشا أو من محور الشيخ سعيد. طيب كريمة، يعني أخيرا نشهد اليوم اندماج لواء التوحيد مع حركة نور الدين الزنكي ودعواتهم لتوحيد باقي الفصائل، هل سيكون هناك انضمام من فصائل أخرى؟ نعم، هي إعادة اصطفاف وتوحيد قدر الإمكان، تحاول الفصائل أن تنسق الجهود من أجل توحيدها. طبعا هناك بالمناسبة توحيد غير معلن وغير رسمي بعد بين حركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام وأحرار الشام، مرتقب هذا الاندماج. طبعا لواء التوحيد الذي بث اليوم فيديو لاندماجه بحركة نور الدين الزنكي، أود أن أوضح أنه ليس لواء التوحيد المعروف سابقا في حلب، ربما هو تشكيل فصيل ثوري يحمل ذات الاسم. طبعا أعلن انضواءه بشكل كامل مع حركة نور الدين الزنكي، والتي يرشح أنها ستشهد اندماجات قادمة خلال الفترة القادمة. شكرا لك على كل هذه المعلومات كريمة سعيد، مراسلة أورينتو نيوز، كنت معنا من ريف حلب. إلى إدلب، حيث شن طيران روسي غارات بالقنابل الفوسفورية على الجهة الغربية لمدينة خان شيخون بريف إدلب، ما تسبب باشتعال النيران في الأراضي الزراعية. كما قصف الطيران الروسي بالصواريخ محيط مدينة إدلب، ما خلف دمارا كبيرا في ممتلكات المدنيين. القصف تجدد أيضا على محيط مدينتي سراقب ومعرة النعمان دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا، فيما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ محيط قرية بدامة في ريف إدلب. نبقى في إدلب، حيث استشهد 20 مدنيا وأصيب آخرون جراء غارات للعدوان الروسي على بلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي. ما حصل هنا ولا جاء صاروخ على منطقة أهلة بسكان، ما هي نقطة عسكرية نهائيا ولا تابعة لأي فصيل عسكري. عدد الإصابات حوالي 13 شخص، وفي عنا 3 وفيات حاليا تأكدت وفياتهم. نحن واقفين ما سمعنا إلا صوت الصواريخ والدمار، ما قدرنا نميز الطيران لأن الضربة صارت فجائية، ما حدا بيتوقع يعني إنه اثناء الضربه ما حدا بيتوقع انه بده ينضرب مطرح ما هو موجود. يعني البناء هنيك هون كله مدنيا اللي انضرب. من ريف ادلب ينضم الينا مراسلنا شاهر سماق، اهلا بك شاهر. يعني غارات مكثفه على المدينه وريفها، لو تضعنا في التفاصيل. نعم فرح، لا يزال السوريون عموما وفي محافظة إدلب تحديدا يعانون من ويلات آلة القتل سلاح الطيران الروسي وحتى التابع لقوات النظام. كان هناك مجزرة مروعة في مدينة ترمانين بريف إدلب الشمالي، حيث استهدف الطيران الروسي منطقة سكنية والساحة الرئيسية في هذه المدينة. استشهد على الفور أكثر من 11 مدني وعشرات الإصابات في صفوف المدنيين. بعض الجثث كانت مفحمة بشكل كامل لوجودها مكان التنفيذ تحديدا. كان هذا الاستهداف تركز على محل لبيع مادة المازوت وأيضا مستودع لبيع الأدوية. طبعا فرق الدفاع المدني استمرت لساعات طويلة في إخلاء الشهداء وإنقاذ المصابين. أيضا هذه المنطقة لم تتعرض منذ فترة لاستهداف، ما جعل فيها حركة للمدني، حركة يعني كبيرة في بين للمدنيين. لهذا السبب كان هناك مجزرة في هذه المنطقة على خلاف المناطق في ريف إدلب الغربي، مناطق ريف جسر الشغور. بالانتقال إلى ريف إدلب الجنوبي، أيضا كان هناك استهداف مكثف لمدينة التمانعة. هذه المدينة تشهد منذ الأيام القليلة الماضية حملة كبيرة من قبل الطيران الروسي وحتى الطيران المروحي، طيران الذي
يلقي بالبراميل المتفجرة عشرات الغارات الجوية على هذه المدينة وعشرات البراميل المتفجرة طبعا أصبحت خالية بشكل نهائي من المدنيين بسبب شدة هذا الاستهداف. قرية تسكيك أيضا بريف إدلب الجنوبي تعرضت لأكثر من غارة جوية دون ورود أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين. كذلك خان شيخون تعرضت لغارات جوية ومن ثم تعرضت للاستهداف القنابل الفوسفورية أدت لحرائق كبيرة في هذه المدينة وعلى أطرافها. مدينة بنش أيضا بالقرب من إدلب تعرضت في الأيام الماضية لعدة غارات جوية أدت لاستشهاد مدني وجرح آخرون بالإضافة لاستهداف مدرسة وتدميرها بشكل جزئي. أيضا منطقة مطار تفتناز تعرضت لعدة غارات جوية بالإضافة لمدينة إدلب تعرضت المنطقة الصناعية في المدينة لغارة جوية وكذلك بجانب شركة الكهرباء، لكن هذا الصاروخ لم ينفجر وكان هناك حركة للمدنيين بالقرب من هذه المنطقة. أيضا في ريف إدلب الغربي يعني حملة مستمرة وحملة بشكل يومي تشهدها هذه المنطقة، تتعرض المدينة وريفها بشكل مستمر لغارات جوية وأيضا لقصف صاروخي من قبل معسكر جورين والمعسكرات قوات النظام المتواجدة في جبل الأكراد. تعرضت كل من مشمشان وأيضا بدامة وكندا لعدة غارات جوية وقصف صاروخ أيضا الطرق الواصلة بين الغسانية وبدامة. طبعا أيضا كان هناك استهداف لقرية الحنبوشية تحديدا والمخيمات التابعة لهذه القرية وهي تقع على الحدود السورية التركية. كان هناك استهداف القذائف الصاروخية من قبل قوات النظام في معسكر غزالة في جبل الأكراد. طبعا لم يكن هناك إصابات بين المدنيين، تفرق المدنيون خارج المخيم ومن ثم عادوا بعد هدوء القصف. لو تسمح لي فرح أن أتكلم قليلا عن وضع المخيمات، يعني نعم. المخيمات بشكل عام هناك نداءات من قبل الأهالي ومن قبل المعنيين على هذا عن هذه المخيمات بأنهم يعني لا يريدون تكرار فصول الشتاء السابقة. نعم. هذا الفصل هو فصل الشتاء السادس الذي يمر على النازحين الموجودين داخل المخيمات، نفس الصعوبات ونفس المعوقات التي تمر في كل فصل لا يريدون أن تكون موجودة في هذا الفصل القادم. نعم. يريد يعني يطلبون من المنظمات أن تحل هذه المشاكل في ظل ضعف الخدمات أو انعدامه في بعض المخيمات. طبعا كان هناك يعني هذا الأمر كان نتيجة تململ عدد من المنظمات وتوقيفها لتقديم الخدمات في عدد من المخيمات كمخيم أطمة تحديدا. كان هناك منظمة كبيرة يعني كانت تقدم عدد من الخدمات أعلنت عن توقفها عن العمل وما دعا الأهالي للخروج في مظاهرة ضد هذه المنظمة وتطالبها وتطالب المنظمات الأخرى بزيادة الدعم وتقديم الخدمات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء السادس على أهالي هؤلاء. نعم. هذه المخيمات يعني الشهر مع تصعيد القصف وحالات النزوح التي يشهدها الأهالي يعني تبدو الأوضاع يعني صعبة جدا، ولكن إذا تحدثنا عن المشافي هل تستطيع المشافي أن تستوعب كل أعداد المصابين؟ نعم، يعني بالنسبة للقطاع الصحي في محافظة إدلب عموما ومدينة إدلب بعد تحرير هذه المدينة تم تشكيل مديرية الصحة. هذه المديرية أصبح الوضع يعني بعد تشكيل المديرية وتنسيق الجهود بين جميع المشافي أصبح الوضع أفضل عما كانت عليه سابقا. نعم. حيث يتم تنسيق الأمور بين بعضهم في المنطقة التي تتعرض للقصف ويكون هناك إصابات وجرحى يتم تحويل للمشافي الأخرى حسب وجود الاختصاصات الموجودة. نعم. وفي حال كان هناك كما حدث في إدلب عدة مرات كان هناك مجازر كبيرة وأعداد كبيرة من الجرحى يتم تحويل عدد لكل مشفى قريب عدد من الجرحى حسب الاختصاص الموجود في المشفى الآخر بالإضافة لتوقف استقبال الحالات الباردة والاقتصار على الحالات الإسعافية. عموما وضع الوضع الصحي أفضل بكثير مما كان عليه سابقا
إلا في حال حدوث مجازر كبيرة طبعا يعني. نعم. هذا الأمر نتحدث، لكن كان هناك صعوبات حقيقة مرت في المشافي في مدينة إدلب والمشافي القريبة عند حدوث المجازر الكبيرة، عدم وجود بعض الاختصاصات كالأعصاب، هذه الاختصاصات النادرة الوجود، يعني ربما يتم تحويل المصاب فورا إلى المشافي الحدودية أو إلى داخل تركيا. أشكرك شهر سماق مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف إدلب. في ريف حماة استشهد 5 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان وامرأتان، وأصيب آخرون بجراح في قصف جوي للنظام استهدف مركزا طبيا في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. طبعا هذه الغارات استهدفت المركز الصحي في مدينة اللطامنة وراح ضحيتها 5 شهداء بينهم طفل وامرأة كانوا في المركز الصحي يتلقون العلاج من خلال الأطباء المتواجدين في هذا المركز، بالإضافة إلى وقوع أضرار كبيرة وأيضا جرحى في صفوف كوادر هذا المركز الطبي في مدينة اللطامنة جراء هذه الغارة الجوية التي استهدفت هذا المكان من مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي. تم استهداف مركز اللطامني الطبي من قبل الطيران الحربي الغاشم للمدينة، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمركز كما تشاهدون وتلاحظون، وتم إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم أطفال. حسبي الله ونعم الوكيل على هذه الطيران الذي يقوم به علينا كل يوم. من ريف حماة ينضم إلينا فراس كرم مراسل أورينت نيوز، أهلا بك فراس. بداية لو تضعنا في صورة الوضع في مدينة اللطامنة. نعم فرح، طبعا هو تصعيد عسكري من قبل قوات النظام بكل أصناف الأسلحة، لكن التصعيد أكثر هو من جانب الطيران الحربي التابع للنظام أو الطيران الحربي طيران العدوان الروسي على مناطق متفرقة من ريف حماة. طبعا يتركز هذا القصف أو هذا القصف الجوي من الطيران الحربي على مدينة اللطامنة ومدينة كفر زيتا في يوم أمس أو ظهر يوم أمس. كانت غارة جوية استهدفت مركز صحي في مدينة اللطامنة مما أدى إلى وقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها 5 شهداء من أبناء مدينة اللطامنة. المؤسف أكثر أو المحزن أكثر أن من بين هؤلاء الشهداء 3 من أسرة واحدة، أب وأم وأيضا طفلتهما التي لا تبلغ من العمر 20 يوم، طبعا بالإضافة إلى شهيدين آخرين ووقوع عدد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء هذه الغارة وغارات أخرى أيضا استهدفت هذه المدينة من ريف حماة الشمالي، نقصد مدينة اللطامنة. طبعا بالإضافة إلى ذلك هناك دمار كبير لحق بالمركز الصحي في هذه المدينة، بالإضافة إلى وقوع عدد من الجرحى في كوادر أو عناصر كادر هذا المركز الطبي في ريف حماة الشمالي تحديدا في مدينة اللطامنة. طبعا طالت الغارات الجوية أيضا مدينة كفر زيتا ومناطق أخرى متفرقة من ريف حماة الشمالي، أدت أيضا إلى وقوع عدد من الجرحى في صفوف المدنيين. هذا يعتبر تصعيد منذ حوالي أسبوع بدأت به قوات النظام تستهدف المناطق التي تعتبر هي المناطق القريبة من خط الجبهة أو المواجهات بين كتاب الثوار وقوات النظام فرح. طيب فراس، إذا انتقلنا للحديث عن المعارك، يعني كيف تبدو المعارك في الريف الشمالي؟ نعم فرح، طبعا منذ مساء يوم أمس طبعا بدأت الاشتباكات العنيفة بين كتاب الثوار وقوات النظام على جبهات قرية معردس وأيضا قرية الشرق قرية مدينة صوران. كانت هناك محاولات يوم أمس من قبل قوات النظام بالتقدم إلى قرية معردس ونقاط عسكرية تمكن الثوار من تحريرها في ريف حماة الشمالي، إلا أن هذه المحاولات فشلت بحسب تصريحات من قادة عسكريين أو كما لاحظنا أو شاهدنا من سير المعارك هنا في ريف حماة. أجبرت قوات النظام على التراجع بعد تكبيد الخسائر فادحة. اليوم عادت الاشتباكات إلى ذروتها بين كتاب الثوار وقوات النظام أمام محاولة من قبل الأخير بالتقدم إلى قرية معردس، تمكن الثوار خلالها من تدمير دبابة من طراز 72 بالإضافة إلى تدمير سيارة مزودة برشاش دوشكا. قبل قليل جيش العزة أعلن عن تدمير دبابة لقوات النظام على جبهة معردس شمالي حماة، وأيضا قبله عدة فصائل تمكنت من تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لقوات النظام وسط هذه المعارك. الآن عادت المنطقة إلى شيء من الهدوء بعد ساعات من الاشتباك أسفرت عن أو أدت إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف قوات النظام، وتعتبر العملية في قيد الفاشلة فرح. شكرا لك فراس كرم مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف حماة.
في ريف حمص فقد استشهد وجرح عدد من المدنيين جراء غارات جوية استهدفت مدينة تلبيسة وبلدة الغنطو في الريف الشمالي، كما طالت الغارات قرى الفرحانية وكيسين وأم شرشوح دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. نعم مشاهدينا الكرام، نحن الآن في مكان إحدى الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات النظام الحربية واستهدفت بها الأحياء السكنية في مدينة تلبيسة. كما تشاهدون في الصورة دمار كبير في مكان هذه الغارة. أيضا تسببت هذه الغارة بسقوط شهيدة واحدة على الأقل، بالإضافة لأكثر من 15 جريحا، وأغلب الجرحى هم من النساء وبعضهم في حالة خطرة جدا، ما يرجح ارتفاع أعداد الشهداء في هذه الغارة. أيضا شنت مقاتلات النظام الحربية صباح اليوم غارات مماثلة استهدفت كل من قرى الفرحانية الغربية وأم شرشوح وقرية كيسين، وكذلك استهدفت بلدة الغنطو. جاء طيران النظام الوحشي قصف مناطق المدنيين في المدينة، والحمد لله تحركنا نحن على السريع وأخذنا شنا من تحت الأنقاض نساء وأطفال، وكان بينتهم شهيدة وشي 15 جريح، والحمد لله رب العالمين سيطرنا على الوضع والأمور إن شاء الله صارت بخير. اليوم تعرضت مدينة تلبيسة لغارات جوية من الطيران النظام، تسبب هذه الغارات بسقوط شهيدة و15 جريح كلهم من النساء، بالإضافة لدمار هائل كبير في مكان الغارات. الغارات على تلبيسة ومناطق ريف حمص الشمالي هي مستمرة بشكل يومي منذ أكثر من شهرين صباحا ومساء. إذن مشاهدينا الكرام، شهيدين بينهم سيدة على الأقل، بالإضافة لأكثر من 30 جريحا بعضهم في حالات خطرة جراء غارات جوية على مدينة تلبيسة وبلدة الغنطو في ريف حمص الشمالي. سيف الله الأحمد، أورينت نيوز، ريف حمص الشمالي. للمزيد من التفاصيل معنا محمد الحميد مراسل شبكة سوريا مباشر من حمص عبر الهاتف. أهلا بك محمد، أنا آخر التطورات الميدانية في ريف حمص. تحية لك في البداية ولجميع السادة المشاهدين. نعم استطيع ان اسمي ما جرى البارحه في مدينه تلبيسه هو مجزره نسائيه. كيف ذلك؟ قوات النظام استهدفت مكان كانت تتجمع فيه بعض النسوه، ادى ذلك الى ارتفاع الحصيله التي قالها مراسلكم شهيد ارتفاعها فيما جرى لاحقا الى 3 شهداء هن جميعهن نساء. يبدو أننا فقدنا الاتصال. شكرا لك محمد الحميد مراسل شبكة سوريا مباشر، كنت معنا من حمص. وفي الغوطة الشرقية أعلن جيش الإسلام أن مقاتليه تمكنوا من استعادة المواقع التي تقدمت إليها قوات النظام في جبهة الريحان، وجاء تقدم الثوار عقب هجوم معاكس شنوه على مواقع النظام وميليشياته. وأشار جيش الإسلام في بيان إلى مقتل 25 عنصرا من قوات النظام، إضافة إلى السيطرة على آلية عسكرية وتدمير دبابتين خلال الاشتباكات المتواصلة في محيط البلدة، كما دارت اشتباكات بين الطرفين على أطراف جبهة الكردي، فيما شنت طائرات النظام غارات جوية على بلدات وقرى الريحان وتل كردي وحزرمة دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. من ريف دمشق انضم إلينا يمان السيد مراسل أورينت نيوز. أهلا بك يمان، يعني لو تضعنا في صورة القصف اليوم على الغوطة الشرقية. نعم، يعني قبل الحديث فرح عن القصف أود الحديث عن المعارك التي تدور في الغوطة الشرقية منذ قرابة الأسبوع، والنظام يجهز لمعركة على محور تل كردي وتل الصوان، إضافة لبلدة الريحان كان قد عد الكثير من المقاتلين، وأيضا الآليات العسكرية التي تجاوزت 15 آلية عسكرية بحسب قياديين في جيش الإسلام. الهجوم بدأ عصر أمس، حيث بدأ النظام الهجوم من 3 محاور باتجاه مدينة دوما وباتجاه فوج الشيفونية، لكن قوات جيش الإسلام كانت على علم مسبق بهذا الهجوم، وكانت
قد أعدت أيضا وجهزت العديد من العناصر والآليات العسكرية وقامت بهجوم مضاد على قوات النظام، هجوم معاكس مكنهم من استعادة السيطرة على عدد من النقاط العسكرية التي خسروها خلال الأيام القليلة الماضية، وأيضا تدمير آليتين عسكريتين لقوات النظام واغتنام أخرى على هذه الجبهة. طبعا أيضا كان هنالك كمائن أشكرك يا من السيد مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف دمشق. يبدو أن مراسلنا عاد مرة أخرى. يا من هل تسمعني؟ أشكرك مجددا يا من السيد مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف دمشق. تجددت الاشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام على أطراف حيي العمال والصناع بمدينة دير الزور بعد محاولة التنظيم التقدم والسيطرة على مواقع جديدة. وترافقت الاشتباكات مع قصف جوي من الطيران الحربي على نقاط الاشتباكات وسط قصف مدفعي من قوات النظام المتمركزة على الجبل المطل على المدينة. كما جدد الطيران الحربي قصفه الجوي على جبل الثردة ومحيط المطار العسكري وسط اشتباكات متقطعة في محيط المطار. بدأت وزارة التعليم في الحكومة السورية المؤقتة مشروعا لافتتاح مراكز تعليمية في مخيمات النازحين في ريف حما، إضافة إلى تأهيل بعض الشباب الجامعي ليقومون بمهمة التدريس في المجمع التربوي لتلك المخيمات. نجا هؤلاء الأطفال من البراميل العمياء، لكنهم لم ينجوا من شبح الجهل، فالخيمة بالكاد تؤمن سقفا هشا بعيدا عن نار القصف. كثير من أطفال سوريا حرموا مقاعد الدراسة لسنوات، ويحاول بعض المعلمين إنقاذ ما أمكن وإعادة الألفة بين الأطفال والكتاب، حال دفع مديرية التربية والتعليم في حماة التابعة للحكومة السورية المؤقتة للبدء بمشروع افتتاح مدارس للنازحين يشرف عليها المكتب التربوي للمخيمات. نتيجة النزوح الطويل انقطع كثير من الطلاب عن الدراسة والالتحاق بالمدارس، لذلك جاءت الفكرة من مجمع التربوي مكتب تعليم المخيمات، فساعدونا في إقامة دورات تقوية صيفية في المخيم هنا. المشروع بدأ بتأهيل عدد من الخريجين الجامعيين من خلال دورات تدريبية متخصصة تؤهلهم ليكونوا معلمين يملؤون الفراغ الناجم عن قلة الكوادر التدريسية في المخيمات، وتم تزويدهم بطرق وأساليب تساعدهم على التعامل مع الظرف الاستثنائي الذي يعانيه أطفال سوريا. هناك نقاط كثيرة حاولنا إظهارها، منها أهمية المعلم وواجبات المعلم وصفات المعلم الناجح، وأيضا البيئة التي تتوفر حاليا وعلينا التكيف معها للوصول إلى منهاج تعليمي واضح. كنت طالب هندسي مدني، وصلت سنة رابعة بس ما تخرجت بسبب الأحداث اللي بسوريا. تشير آخر إحصائيات اليونيسف أن نحو 3 ملايين طفل في سوريا والدول المجاورة محرومون من التعليم، وأن الملايين مهددون بأن يكونوا جيلا ضائعا، ناهيك أن أكثر من 5000 مدرسة أضحت خارج الخدمة بفعل القصف العشوائي، أرقام تتزايد عاما بعد الآخر، ولم يبقى أمام السوريين سوى العمل يدا بيد لإنقاذ جيل كامل من الضياع. وفي ريف حما أيضا قررت عشرات الأسر من أهالي بلدة كفرنبودة في الريف الشمالي العودة إلى البلدة بعد عام على النزوح، بالرغم من تعرضها لدمار هائل طال أغلب مساكنها وبنيتها التحتية. يعود أبو علي أحد أبناء بلدة كفرنبودة في ريف حما إلى منزله الذي تعرض للقصف من قبل النظام بعد أن تمكن الثوار من الدفاع عن البلدة من احتلالها من قبل الأخير، حيث قرر الكثير من الأهالي في بلدة كفرنبودة العودة إلى منازلهم وترك حياة المخيمات والعيش في بيوتهم التي تهدم بعضها، محاولين تصليح ما يمكن إصلاحه قبل بدء فصل الشتاء. نسبة قليلة اللي رجعوا، من أثر 80% دمار بكفرنبودة، اللي عنده دمار مثلا
غرفه غرفتين، نحاول قدر المستطاع نساعدهم نرمم لهم باخر هجمه للقوات الروسيه على بلده كفرموده. احسن ما يضلوا قاعدين بالمخيمات، ترجعوا على بيوتهم واراضيهم. حاليا لا في لا كهرب لا مي، معاناه بالاهالي كلها عم تشتغل على اليازر على البطاريات شحن، ما في كهرب ما في مي خالص، خدمات ما في خدمات. تحتاج البلدة إلى كل مقومات الحياة من ماء وكهرباء، بينما يسعى من عاد إلى البلدة أن يوفر ما يستطيع من الاحتياجات الأساسية لمدينة تجاوز عدد سكانها 30,000 قبل أن تهجرهم عمليات النظام العسكرية عليها. المجلس المحلي بدوره يحاول تأمين ما يمكن تأمينه ويناشد المؤسسات الإنسانية والتنموية لتجهيز خدمات للبلدة أمام المشهد المتزايد لعودة أبنائها. احنا أهالي كفرنبودة بلشنا نرجع هيك على الضيعة يعني، والناس بلشت ترمم وتصلح في بيوتها وعم ترجع شوي شوي العالم الحمد لله. حاليا لسه ما في كهرباء وما في مي وما في أي يعني خدمات للسكان والأهالي، ما في أي شيء من متطلبات الحياة. نحن نتمنى من المنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية أن تجي تساعدنا بأنه نتأقلم مع الحياة ونتكيف معها من جديد. عودة متزايدة وصلت حتى الآن إلى نحو 200 أسرة إلى بلدتهم كفرنبودة، وعادت هذه الأسر معها شيء من الحياة أمام حملات التنظيف وإزالة الأنقاض وترميم المنازل، سعيا منهم لإحياء بلدتهم من جديد. والبعض منهم عاد إلى مهنته متجاهلين المخاطر، فآليات الحرب التابعة للنظام ما زالت قابعة على بعد مئات الأمتار من البلدة تراقب كل حركة فيها، إلا أن قرار أهالي البلدة الأخير تحدى هذه المخاطر وقرروا إعادة ما يمكن إعادته للحياة في بلدتهم. قررت عشرات الأسر من أبناء بلدة كفرنبودة العودة إلى بلدتهم بعد عام من النزوح جراء حملة قوات النظام الأخيرة التي دمرت أغلب مباني هذه البلدة، أملا منهم في إعادتها إلى الحياة بعد هذا الدمار. فراس كرم، أوريد نيوز، ريف حماة. ختام هذه الجولة وتذكير بأهم العناوين. الجيش الحر يسيطر على كامل بلدة دابق بريف حلب الشمالي، وتنظيم الدولة ينسحب إلى مدينة الباب. طائرات العدوان الروسي تواصل قصف أحياء حلب، والثوار يستهدفون تجمعا للميليشيات الإيرانية وسط المدينة. مقتل العشرات من قوات النظام على جبهة الريحان، والطائرات الروسية تستهدف المناطق السكنية بالغوطة الشرقية. وتابعت أيضا مراكز تعليمية للأطفال النازحين في مخيمات ريف حماة الشمالي. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت orientnews.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.